السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناة يومات محمود وسحر، ومعانا طبعا الاشبال. بقالنا كتير ما بنعملش تحديات، بس يوم ما نعمل تحدي لازم يبقى قوي. وعموما اللبن ما بحبهوش. حسن ما بيحبش اللبن، محمد ان شاء الله ان شاء الله. انا بحب ما بحبش لازم اكسب. لازم تكسب. شايف الناس اللي عندها حماس؟ بس الصراحة اللي حمسني حاجة واحدة، الاموال. إيه بقى؟ ما هو الاموال دي انا هاخدها عشان حاجة معينة. هنا عشان تدخل البحر، عشان تنزل البحر ان شاء الله تدخله ب 100 جنيه، فطبعا رقم كبير في شاب في سني يعني. فناخد ال 1000 جنيه ننزل 10 ايام كل يوم ب 100. هيدلع نفسه بفلوسي. ايه ده؟ انت تدخل مش هتجيب حاجة جوه؟ مش كده، باكل ايه ده؟ طبعا فكرة الفيديو النهاردة هتبقى جميلة وحماسية. شجعونا بلايك، وصلوا الفيديو ده على لايكات. هنعد لحد 3 ونشوف كم واحد هيحط لايك، واكتبوا لي في التعليقات انك حطيت اللايك. 1 2 3. بس اكتبوا في التعليقات محمد بطل وهو اللي هيكسب. انت حلفت ان ال 1000 جنيه هناخده اللي هيكسب؟ اكيد. ماشي. هو اشرح بقى فكره التحدي. التحدي النهارده يا جماعه هيبقى عباره عن ال 12 شوب لبن دول، تمام؟ طبعا هم احجام مختلفه، 6 كبير و6 ايه صغير. طبعا هم لسه ما يعرفوش التحدي عن ايه، بس انا هشرح لهم التحدي يا رجاله. ان انتوا هتروح نشرب اللبن. لا، التحدي على سرعه، بس في هنا في قانون. هتروح تجيب الكوبايه من هناك وتشربها هنا، فاهمني؟ ليه انا اقف هنا؟ لا لا، من قانون التحدي ان انت تجيبها وتشربها هنا، بحيث ان انت يعني يا عم عادي لو عايزنا نشربها لك بره باب الشقه، بس تدينا ال 1000 جنيه. طب استنى، طب مين اللي هياخد الكبير ومين اللي هياخد الصغير؟ ما هو هم 6 كبير و6 صغير. 3 و3. نزيد اقول حاجه، بس براحتك اشرب الكبير او الصغير. نزيد اقول حاجه، اللي هيخلص الاول وفي اسرع وقت ليه 1000 جنيه. ما ده اكيد. والله ما هسيبك واخده قدام الكاميرا. اكيد. نبدا بقى التحدي. عايزين نعمل نقطه. لا، هنعمل نقطه الاول لايه؟ ان انت تيجي تشرب فيها. بس كل واحد لا، كل واحد يختار ايه؟ كل واحد يختار نقطه. طب ماشي، هقول. بص يا باشا، استنى اهو. لا، سيبك من ده. الشلته دي محمد تيجي قدام دي وتشرب، حسن يجي قدام دي ويشرب، يعني يقف كده ويشرب. ما كده هيشرب قبل مني، ما انا اشرب هنا. مين؟ ما انا كده هبقى. هي ملهاش دعوه، هي سرعه. انت قصدك يعني عشان انت هو فرق المسافه. طب لا، انا هقول لك على حاجه حلوه. هنحط المثل ده على الارض هنا كده ونقف ورا منه. نقف ورا منه. ماشي، ممكن. يلا جاهز. ورا منه هنا كده. ماشي، جاهزين؟ جاهزين. انت واقف هنا بقى ورا منه. يلا اهو. ايوه كده. هنقول ايه؟ بس ما يزقش. لا، مش هيزق. طب هاتني انا جوه، تعالى. لا، انا بحب اقف. لا، خلينا انا جوه. انا بحب ابقى امشي بيه. لا، المهم. طب استنى، ايه هجزقهم لكم عشان ما حدش يتلخبط مع حد. ماشي. يعني مثلا دول كده الشباك بتاعت مين؟ حسن. بتاعت حسن. ودول كده. بس لو انا خلصت ممكن اخش على بتوعه ولا لا؟ انت خلص الاول. تخلص تقفش ال 1000 جنيه. ماشي. يلا، ممكن اشرب الكبير الاول؟ اللي انت عايزه. لو شرب بقه من الكوبايه هناك هيبقى خسر. لازم هنا. صح كده. ولو وقعت منه برضه يبقى خسر. لازم تشربها هنا. لو نسيته شربت من هناك خسرت. يلا بقى، العلمك ده هيجي. 1 2 3. حازم، انت من اولها بتزق. لا بس هنا في حاجه، انتوا الاثنين ماشيين مع بعض، في حاجه. لا، في حاجه. انا عايز وشك للكاميرا اهو عشان الناس تشوف ان انت بتشرب الكوبايه كامله. بالراحة. هما شربوا واحدة صح؟ ماشي. اهو. ما تشبع. قول لي مين اللي كده، مين اللي مسابق؟ وتقول لي ما بحبش اللبن؟ ب 1000 جنيه. ده حسب بيشرب واحدة كبيرة ويبدل واحدة صغيرة. على السكر. انت عارفين تشربوا ايه الاول؟ عارفين تشربوا ايه؟ بنشرب شاي بلبن. عارف لو عايز سكر كان زمان خلصت. انت عارف انت بتشرب انت بيتك ليه؟ لبن حمير. ايه؟ ده وانت الدنيا حرام عليك، سهل هتموتنا. ايه انتوا زهقتوا؟ ايه يا اسطى؟ ايه يا عزة؟ ايه
تعالوا 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 مش هتقولوا عليا والله ما لبن حبير. تعالوا تعالوا والله ما لبن حبير يا اسطى يا ابني تعال انت وهو مفيش حاجه. ده مصدق ده مصدق. افرجوا على الفيديو عشان يطمنوا اللي انا عامله في اول الايه اول قبل ما ابدا الفيديو. طبعا حبايبنا احنا معانا ايه؟ معانا 6 شوب كبير و6 شوب ايه صغير، ومعانا طبعا لبن المراعة اهو عشان ايه. طبعا يا محمد كده انت المفروض تطمن انت وحسن ان مفيش اي حاجه. ودي حاجه كده قلنا على السريع نسخن بينا، واللي عنده فكره مقلب تاني قولها لنا في الايه في التعليقات. يا لا وانت عملت ليه كده؟ لا علي حاجه، لا لبن علي حاجه عسى والله ما لبن حميد. انت عيطت كده ليه؟ مش انت عمال تقول انا بالمقالب؟ كمل بقى اللبن ده. يا ابني يا ابني والله ما لبن حميد. يا الحمير اصلا بتتحلي. هوريك هفرجك الفيديو. يا الحمير اصلا بتتحلي لبن. اللبن ده عليه حاجه. لا والله هو انا اصلا طعمه زفت في بوقي. والله لا انا هفرجك على الفيديو. بص تعالى. لا اللبن ده عليه حاجه. تعالى بص اهو بص اقعد كده اهو. انا مصور فيديو عشان عارف ان انت ايه هتقلق. بص افتح يا عم. ده طبعا في حته في الاول بتشيلها بالمونتاج. بص يا اسطى بص انت عليه دي كده ليه؟ عرفت لبن ايه؟ لبن عادي فاتحه عادي. فكده ايه احب اقول لكم ايه، كل سنه وانتم طيبين، خدتوا العيديه بتاعت العيد، هات ال 1000 جنيه واحلى ما هو. مين اللي كسب؟ هو حد كسب؟ انا اللي كسبت. هات ال 1000 جنيه انا اللي كسبت. مين اللي كسب يا حسن؟ حسن مين اللي كسب؟ عسى معلتي مش انا بطني اللي اتقطع. ده انت شربت قد ايه يا نهار ابيض؟ ده انت ده انت الله اكبر. لا نعمل تحدي زي ده بجد بقى لو حبايبنا عايزين تحدي زي ده بجد، بس يبقى ببيض. ايه رايكم؟ هاتي ال 1000 جنيه هديك يا استاذ. انا بطني صغيره عشان ما انت خلصت الحمار كله لوحدك. لا والله ما هتسيبه، هناخد ال 1000 جنيه. هو الحمار اصلا ما بيتحلبش، بس انا اصلا الكلمه نفسها اصلا توجع البطن. بص قول لهم انت انا ما بحبش اللبن، انا مش اللبن ده في حياتي. اديني شربتك لبن حبيب مش حرمك من حاجه. قول لهم انت مش زعلان. هاخد ال 1000 جنيه الاول. هديك يا اسطى 1000 جنيه. لا هاخده ده من هفسحك يا عم. لا هاخد ال 1000 جنيه وهفسحك. لا هصرف على نفسي واخد بنفسي. يعني اديك ولا اديله؟ تديني. لا تديله يا اسطى. اديك 500 و 1000 جنيه. لا وانا كنت مخلص، انا فاضل لي. لا بقى مش هدي حاجه ولا عندكم اعملوه. انا فاضل لي مش هدي طياره. مش هديكم حاجه ولا عندكم اعملوه. مش هدي اللي عندكم اعملوه. ماشي مش هدي حد حاجه. واهو يا عم عشان ما تفكرش ان اللبن فيه حاجه اهو. انت ما عليكم الحمير، احنا مالنا امبارح. انت متعود على اللبن ده. انا ما بحبش اللبن في حياتي يا بشر. يا رب يكون المقلب عجبكم، ويا رب يكون المقلب دخل عليهم كده. شكرا انا كده ظبطتهم على الاخر، وحسن اتعلم عليه. هو يعني مش قوي ما هنوش عليا، البطن بتتقطع ما هنوش عليا. بس لو المقلب عجبكم عرفوني في التعليقات واضغطوا لايك كتير. هو اول ما قال لبن حمير انا شفت حمار في وشي. خش على الانستجرام ادوني افكار مقالب في حسن زي اللي انتوا بتبعتوها لي. في ناس كتير بتبعت لي افكار. مش مالك حسن يعني؟ معرفش سبحان الله الناس متوصله بيك قوي. ايش مالك حسن؟ ايش مالك عايزين حسن يعني؟ يلا نقول للناس ايه مش زعلانين. لا ما خدش ال 1000 جنيه. لا سيبك من الفلوس. لا احنا ما بنزعلش. هو انت هتاخد حقي؟ بنزعل؟ هناخد حقي يعني؟ انت بتاخد حقك عافيه؟ هناخد حقنا بس بطريقه تورط. ما بتزعلش انت زعلان؟ مش زعلان. انت زعلان؟ لا مش زعلان. نقول لهم باي باي. مع السلامه. ربنا يستر عليك.